دكتور تقول ايه في موضوع ان بيتم صرف مضادات حيويه، او الناس بتلجأ لبروتوكولات، خلينا نقول ان ده الشائع وده اللي بيحصل، مضادات حيويه، في حين مثلا ان خرجت منظمه الصحه العالميه قالت ان المضادات الحيويه ليست مفيده في موضوع الفيروسات. فهل احنا بناخد المضاد الحيوي كالاشياء اللاحقه او المصاحبه للكورونا مثلا، ولا المفترض ان احنا ما نلجأش المضاد الحيوي، ولا انت تقول ايه في الموضوع بتاع المضاد الحيوي؟ أقول إن إحنا عندنا إشكالية كبيرة في مصر اسمها إساءة استخدام المضادات الحيوية، والناس بتستخدم المضادات الحيوية بشكل موسع جدا وبلا أي دلائل وبلا أي مبررات، وبالتالي أصبح عندنا كمية مقاومة للبكتيريا للمضادات الحيوية في مصر عنيفة جدا، ودي إشكالية كبرى. وبالتالي المضاد الحيوي لا يؤخذ إلا بوصف الطبيب، والمضاد الحيوي لا يؤخذ في حالات الكورونا إلا إذا كانت مصاحبة بالتهاب رئوي، ونوعية المضاد الحيوي لابد أن يصفها الطبيب، وما فيش حاجة اسمها المضاد الحيوي بتاع الكورونا، والله ما في حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها التهاب رئوي يعالج وفق توصيف وتشخيص وقرار الطبيب المعالج. المضاد الحيوي خطر لدرجه ان دول العالم دلوقتي ما بتوصفوش الا بروش، يعني ما فيش صيدلي يقدر يدي لك مضاد حيوي الا اذا كان مصاحب ليه روشته مختومه من طبيب ما. للدرجه دي يعني مهم يعني. يحدث في مصر فقط ان الناس بتاخد المضادات الحيويه بدون روشته، ده غلط. الصيدليه انها تصرف اساسا ده، بس ما عندناش قانون بيمنع ده لسه. طيب امتى مريض الكورونا يقول انا خفيت ويقدر ينزل الشارع؟ منظمة الصحة العالمية والCDC بيقولوا انه بعد 10 أيام من زوال الأعراض أصبح مريض الكورونا في حالة تسمح له بأنه يعود إلى ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي. أما حضرتك تفسر بأن في ناس الأعراض كلها راحت وبعدين يعمل مسحة تطلع المسحة إيجابية؟ إيجابية المسحة لا تعني أنك ناقل للعدوى. إيجابية المسحة في حالة اختفاء الأعراض لمدة 10 أيام يعني أن هناك آثار للحمض النووي للفيروس ما زالت موجودة، لكن إحنا مش بنقلق من وجود آثار للحمض النووي للفيروس، إحنا بنقلق من إمكانية نقل العدوى للآخرين. وبحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، وده مبني على البحوث الطويلة خلال السنة اللي فاتت مع الكورونا، إنه اختفاء الأعراض لمدة 10 أيام بتجعلك غير ناقل للعدوى. طب وبالنسبة للأعراض التي تأتي بعد، أو الأثار الجانبية التي تأتي بعد الشخص ما يخف من كورونا، غالبا بيبقى فيه همدان، بيبقى فيه دوخة، أحيانا بيبقى فيه عدم تركيز، وفي الصدر بيفضل تعبان شهور وحاجات كده. طيب خلينا نتكلم على حاجتين، حاجة بنسميها البوست كوفيد سيندروم، أو الأمراض التي تصيب المتعافي بعد فترة من تعافيه، دي حاجة، وإن وجود بعض العوارض الهمدان أو التعب أو الإحساس إنه النفس لم يعد كما كان إلى وضعه الطبيعي، دي برضو مسألة أخرى. كل ده مش مؤشر على أنك ناقل للعدوى. إحنا بنقول إمتى يستطيع أن يمارس حياته بشكل طبيعي؟ عندما تتوقف الأعراض لمدة 10 أيام، أنت كده ما بقيتش ناقل للعدوى، وهو ده الفكرة. أنت ليه إحنا بنعزل مريض الكورونا حفاظا على المجتمع؟ عشان ما يبقاش ناقل للعدوى. طب متى يتوقف عن نقل العدوى؟ بعد 10 أيام من اختفاء الأعراض، أو لو أنا عملت له مسحتين وطلعوا الاثنين سلبيتين بعد خلال 48 ساعة. تمام. طب الإشاعات والخرافات طب خلينا نشوفها وناخد تعليق.